بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوم بار تحستون اي تحتون ملسن كاب كتاب فتاوى أركان الإسلام والإيمان قديني عقيدة زملكت نقرب لنا حدي كاب تلي تحتتو الشيخ محمد بن صالح العثيمين كم زبل نيرو. ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ حدسب تمائم حرزي كم دعا مسألة مكالا خلي كان تلتل يفك الدو وي انتاي وساني وابي سلمنا. الجواب ملسنايزي، هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين. نزي ملس زخون بأري إزي حرزي من تلتال وي مكالا خليل كا من تلتال أبكلتي يخفل. القسم الأول أن يكون المعلق من القرآن، تي تأسرو زلخا ويتنتلتلو زلخا كاب قرآن كخون كله. وقد اختلف في ذلك أهل العلم، سب علماء مالتهم تم قدامتي خونو سلفا وخلفا كل التريئتو اللوم اختلاف كيروم. فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قال كابتم علماء فقودي زبولو اللو مخنياتو مستي رب سبحانه وتعالى بسورة الإسراء مبل سمانيا كل التن آية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة سلزبلة إذي مسؤز تتحازئي قرآن سلزخوني بلو. وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، ربنا عز وجل أبصر السهد زي قرآن زي تبارك زخوني زوردنا الكاذب ولو بز غيرك بقرآن سكر كبير كأليلهم. وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء كمد ما غبت بركاناته من تنمكال خلقون كتأسرو تخيلها زبولو اللو. ومنهم من منع ذلك، قال دماني إزي أيفك أدني زبولو اللو، وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به. ثم قال علماء دماني إزي أيفك أدني لهم مخنياتو إزي تكبار إزي كبرسو صلى الله عليه وسلم زي ترخب أيكونن. إزي والأصل في مثل هذه الأشياء التوقف كم زي عينة إزي تخون يخون كتسرحن كالخادماني انت أخذ تقبر دلكا مجمريا دليلها كتر إذا لكا قدمي سخون تكبارات مسرحك. وهذا هو القول الراجح أنا وين بسيتو سنو يبلو شيخ محمد بن صالح العثيمين مستوم كل زبولي إيه مغنياتو. وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن ولا بقرآن يخون بري تعليق كتقبر كتأثر كتنتلتل أي فك أدني. ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض كمون أبتز حمامي أبتر أسو كتقبر اللون أي فك أدني. أو تعلق أو تعلقه في الجدار كمو دماني أمندق كتنتلتلون أي فك أدني وما أشبه ذلك كم زعم السليبل. وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. انت يدعى بقد تان تحميم زلو كتقرأ له يزلك كمتي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زتقبر وزنبرو. القسم الثاني تخال أي كفلي أن يكون المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه. بجيكا بقرآن بخالي مودماني كتردو زي تخيل قلت زي كون نقر دتا تصحافة ويز تخطب انت داخوينو فإنه لا يجوز بكل حال زي بجرسكا أيفك أدنيو. لأنه لا يدرى ماذا يكتبو انتاي تخطيبو زلو سلا زي في اللزخون. فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة قل قل لو كتردو زي تخيل طلاسم زخون دي خطبو ألو حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها. تي صحف ننحد حدو أب ننحد حدو تدرار بخوينو انتا يزبل زلوين
كتقرأ زيت خليو فهذا من البدع وهو محرم إذا كابت بدع زخنة دحر الرسول دتم هذا حدش زخنة كمون كل كليو ولا يجوز بكل حال إذا ماني بزخنة يكون مخنات أي فك أدنيو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.